السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، يا رب تكونوا دايما بألف خير يا رب. اللهم ارزقني وارزقكم حجة كل اللي بيسمع صوتي. بتمنى من حضراتكم تدعوا لي بزهر الغيب، نفسي نفسي احج. لا هو حلم مستحيل لكن مش مستحيل على رب العالمين. اللهم ارزقني وارزقكم حجة عن قريب. اللهم يسر لنا أسباب حجة يا رب العالمين. أقدم لكم مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 9 يونيو 2024، 3 ذو الحجة 1445، من قناتي أنا وحياتي. فضلا منكم إخواتي أتمنى تدعموني باشتراك ولايك. يؤذن الفجر اليوم بإذن الله تعالى في 4:08، الشروق في 5:53، يؤذن الظهر اليوم في 10:54، يؤذن العصر اليوم في 4:30، موعد أذان المغرب اليوم على القاهرة في 7:56، تؤذن العشاء في 9:39. شكرا لكم إخوتي. في الختام دايما أسأل الله لكم الخير كله عاجله واجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.